خليني اطلع براحتي بليز. ما مارست حريتي. ما تزعجش والله طفل عيب بردش عليه. سامحته يا عم سامحته. اكيد يا زلمه ابني. ممكن علي بسام عجبتهاش. الاب من احسن الاشياء الموجوده في هاي الدنيا. مش راح تحس بقيمه الاب الا لما تصير اب. الحياه مع الاب اكشن، نهفه، عاطفه، كوميديا. احنا صراحه بهاي الحلقه راح نركز على الاكشن. متى اخر مره اكلت قتله من ابوك او تعاقبت؟ اذا ما نخفف السؤال. سؤال لولبي، متى اخر مره اكلت قتله من ابوك؟ بلاش اسلم محرج. صف اول ثانوي. صف 11. قبل تقريبا شهرين. ما عمرش ابوي مد ايده علي. يا سيدي عاقبك، متى اخر مره عاقبك؟ الجمعه الماضيه. ليش؟ لانه تاخرت وانا طالعه برا. اي ساعه روحتي؟ روحت على 11 بالليل. كنت شارد من المدرسة عشان بردش. انا طفل عياك جد. ليش ضربك؟ ما تزعجش والله طفل عياك بردش عليه. والله انا ما شفتش اصرح من هيك. ممكن علي بسي ما عجبتهاش، هيك بتذكر صراحه. لبسي ما عجبتهاش. ما عجبتهاش يعني تطلعيش في هيك ولا فهمت ضربتك. ما رديتش. خلعت الحفاز. ما رحتش على امتحان الفاينل يعني. استاهل صراحه يا حاج يعني. بقى ليه بتروحش على امتحان؟ ليش ما رحتش على امتحان؟ متى اخر مره اهلك عاقبوكي؟ قبل شهر. عشان الانتخابات وهيك ولبست الاشياء. ف بدهم شاكه تفوتي بالحياه السياسيه. حكوا لي نيجي نجيبك من برزيت ونرجعك على القدس. شو كان العقاب؟ لا شيء بهدله عادي. مين اللي عاقبك؟ ابوك ولا امك؟ طبعا ابوي. ما حيت الصور، ما حيت الفيديوهات، كل شيء نزلته. هذا عقاب؟ عقاب. هذا عقاب. ما مارست حريتي. اقسم بالله اقسم بالله. مره امي نادت علي حكت لي محمود تعال. قلت لها طيب يا ماما ما جيتش. والله عملت لي تاتو هون بالعصايه القشاطه. والله انعملت. تحت الصور عقاب. هذا عقاب. هذا عقاب. الله يسهل عليك يا امه. طيب احكي له كلمه لبابا. خليني اطلع براحتي بليز. انا فكرتك رح تتاسفي له صراحه. رن على ابوك اعتذر منه. معيش كارت. خذ. اعطيني انا بدي احكي معاه. مرحبا يا عم. اهلين عم. كيف حالك؟ شو الاخبار؟ اهلا. شو اسمك؟ سيف. عمي معي ابنك سيف وحاب يحكي لك اشي. اعطيني. بدهش يحكي لك اشي، بطل بدي يحكي لك اشي. طيب يا عمي انا اسمي محمود رزق. احنا بنصور حلقه هلا مع رؤيا وابنك حكى لنا انه بالصف 11 شرب من المدرسه واكل قتله مني. لا حول الله يا رب يعني. وهي اللي متذكرها هو. والله يا عمي فانا حبيت يعني يعني اتاسف له ما فرضت. لا هو بده يتاسف لك انه شرب من المدرسه. يلا تاسف لابوك. متاسف يابا. شو ذكرك فيها يعني ابوك؟ عمري ما بنساها. بقول لك عمره ما بنساه. ولا حكت علي؟ لا والله مره يابا حكك علينا. طيب انا ابنك حبيبي. سامحته يا عم سامحته. اكيد يا زلمه ابني. اذا بتابعك يعني هذا ابني. شو الله يخلي لك اياه يا عمي. شكرا. شكرا لك. شكرا غلبناك احنا. الله يسعد مساك يا رب.